يمكنك التحكم بالفيديو بالضغط على A, W, D أو باستخدام شاشة الهاتف المحمول لديك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم مركبة الوردة تي في قدرت إنها توصل بفعل مساعدتكم لكوكب المشتري، لذلك اليوم حنحكي عن بعض الأمور المدهشة الموجودة بهذا الكوكب. يعتبر كوكب المشتري من أكبر الكواكب الموجودة بالمجموعة الشمسية، وهو فعليا أكبر من كوكب زحل يلي حكينا عنه بالحلقة السابقة ب 16,000 كيلومتر، في حين يعتقد بعض العلماء أن المشتري هو من يؤثر فعليا على حركة المذنبات المحيطة بكوكب الأرض وكل المجموعة الشمسية. بحقيقة الأمر المشتري يبعد عن الشمس 428 مليون كيلومتر، وهو يعد خامس الكواكب بعدا عن الشمس. لأن المشتري بعيد عن الشمس فهو فعليا بده 12 سنة بتوقيتنا الأرضي ليكمل دورانه حول الشمس. اليوم على كوكب الأرض 24 ساعة، ولكن على المشتري بدك تحكي بس 12 ساعة، وهذا الشيء بيرجع لأنه المشتري بدور حوالين محوره بسرعة فائقة. هون بقى فيك تقول العمر عم يمضي بسرعة. كوكب المشتري لما عم يدور حوالين نفسه بهالسرعة العالية جدا، فهو فعليا ولد أعاصير ضخمة من ملايين السنين لتاريخ هي اللحظة. المشتري يا أصدقائي عبارة عن عملاق غازي كبير جدا، 90% منه هيدروجين و10% منه هيليوم. يعني يا صديقي ويا صديقتي، إذا قررتوا أنكم تنطوا جوات هذا الكوكب ففعليا حتوصلوا لأعماق أعماقه، لأنه فعليا ما في تربة ثابتة فيه، عبارة عن غازة. العواصف على كوكب المشتري فعليا أفلام أكشن، خلال ساعات ممكن يكون في عاصفة بعادل حجمها حجم كوكب الأرض. سرعة العواصف ممكن توصل لل 500 كيلومتر، وطبعا العواصف على المشتري مشابهة لدرجة كبيرة لكوكب الأرض، ولكن بكوكب الأرض الشمس بتلعب دور بإنشائه، أما بكوكب المشتري فالشمس ما لها أي دور. فمثل ما كن شايفين بهي الصورة، هي عاصفة كبيرة جدا وسميت بالنقطة الحمراء العظيمة. هي أول صورة قريبة لكوكب المشتري أخذها التلسكوب، واللي كان اسمه فويجر 1 بعام 1979. هذا الإعصار عمره فعليا ملايين السنين. فعليا ما فينا نقول انه في حدا اكتشف كوكب المشتري، لانه الكوكب جدا كبير وظاهر نفسه، في بعض الليالي فيك تشوفه من دون تلسكوب حتى. ولكن في الحقيقة الرومان واليونانيين هن اول من اكتشف هذا الكوكب، وكانوا يقولوا عنه جوبيتر نسبة لإله الرعد والبرق والريح. بس طبعا العالم جاليليو هو اول شخص استخدم التلسكوب ليقدر يتبع الكوكب ويدرس تفاصيله، وعطى توصيفه بشكل أدق. وعلى سيرة جاليليو، هو أول شخص اكتشف الأقمار الأربعة اللي كانوا عم يدوروا حوالين الكوكب، واللي سماهن آيو ويوروبا وغانيميد وتاليستو. ولتعرف أهمية هذا الاكتشاف عزيزي المشاهد، لازم تعرف بهديك الفترة كانوا يعتقدوا أنه كل الكون بدور حول الكوكب الأرض، وبالتالي اكتشاف جاليليو غير هاي النظرية بتاتا. فبالتالي صار من الممكن الآن إثبات أن الأقمار بما أنها تدور حول المشتري فكوكب الأرض يدور حول الشمس. بنهاية المطاف كفروا للزلمة وعملوه مرتد عن الدين ولعن أمه. الجهل، الجهل يقتل الأمم.
لكن لأنه التلسكوب كان يستخدمه جاليليو قديم وبدائي، هو ما كان بيعرف أنه في 67 قمر بيدوروا حوالين المشتري. بعض من هذه الأقمار يتراوح حجمه 2 كيلومتر وهو صغير، والبعض الآخر يصل إلى 50,000 كيلومتر. أحد المتابعين اللي رفض أني أذكر اسمه قدم لي مساعدة مادية صغيرة حتى حسن كرت الشاشة عندي وبالتالي سرع عملية الرندر. شكرا من القلب إلك ولأهل السعودية والعراق جميعا. والسؤال يلي بيطرح نفسه هلأ، شو هو الكوكب اللي حابين أحكي لكم عنه بالفيديو الثالث القادم؟ خبروني. وهل يا ترى هالسلسلة اللي أنا عم ساوي لكم إياها عن الكواكب مفيدة برأيكم؟ لأنه فعليا طلعت هيك هي حتكون أول سلسلة عم يتم إنشاءها بتقنية 360 درجة. لليوم نحن بنشوف الكواكب بس ما بنقدر نتحكم فيها. حيكون نفس هذا الفيديو موجود على قناتنا باللغة الإنجليزية، ولكن عبارة فقط عن ميوزك للاسترخاء، يلي ما بيحب التعليق الصوتي بس يفوت يتفرج على الفيديو. كان معكم حبيبكم أحمد وردة، ولكم مني طيب المنى، وإلى اللقاء في كوكب جميل بإذن الله.